الأخت سامية من نجران تسأل عن حكم سجود التلاوة للحائض حين مراجعتها للقرآن وخلال ما تحفظ. الحائض في قراءتها للقرآن خلاف، ولكن إذا قرأته للضرورة بأن تخشى من النسيان أو تقرأه للامتحان الذي يفوت فلا بأس به إن شاء الله في هذه الحالة، وإذا مرت بآية سجدة فإنها تسجد، لأنه لا يشترط بسجود التلاوة الطهارة، لأنه ليس صلاة إنما هو عبادة مستقلة. نعم.